رحلت عن عالمنا في الساعات الماضية الإعلامية المصرية الشهيرة فوزية العباسي، مقدمة برنامج كلمة في سهرة والعديد من البرامج على القناة الأولى بالتلفزيون المصرية، فهي أحد رائدات التلفزيون في فترة الستينات، ومن المقرر أن تتلقى أسرة الإعلامية الراحلة العزاء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في منزل الأسرة بمنطقة العجوزة. وعبر العديد من أصدقاء ومحبي الإعلامية فوزية العباسي عن حزنهم الشديد لراحلها ونعوها عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي داعين لها بالرحمة والمغفرة، ومنهم الإعلامية الشهيرة دعاء فاروق التي كتبت عبر حسابها بالفيسبوك وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية القديرة فوزية العباسي، اللهم اعف عنها واغفر لها وثبتها عند السؤال ووسع مدخلها ويسر حسابها ويمن كتابها وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب واجعلها في منازل الصديقين يا رب يا كريم. وتعتبر المذيعة فوزية العباسي من جيل رواد التلفزيون المصرية، وقدمت العديد من البرامج الشيقة منذ بداية الإرسال في عام 1960، ومن أبرز هذه البرامج 20 سؤال وللكبار فقط وعالم الأدب وغيرها من البرامج. وسافرت فوزية العباسي إلى دولة الإمارات العربية حيث قدمت هناك العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة، ثم عادت إلى بيتها التلفزيون المصري في عام 1986 برنامجين جديدين وهما حروف وأرقام وكلمة في سهرة. ويعد برنامج كلمة في سهرة من أروع البرامج الشيقة التي قدمها التلفزيون المصري على مدار 7 سنوات. غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.